ومن جانب آخر على وقع التصعيد والتهديد المتبادل، وفي حين تستمر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا معلقة منذ أبريل الماضي، تنجح المساعي في تحقيق عمليات إفراج لأسرى بين البلدين من حين إلى آخر. وفي ثاني عملية من هذا النوع منذ بداية العام الجاري، تبادل البلدان نحو 200 أسير حرب، وأعيدت جثتا متطوعين بريطانيين إلى كييف، وذلك بعد عملية مفاوضات صعبة مع كييف بوساطة من دولة الإمارات، وفق ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية. تضم قائمة الجنود الروس المفرج عنهم أشخاص من الفئة الحساسة بحسب الوزارة. ماذا في تفاصيل هذه العملية؟ النقاش ينضم إلينا من كييف الدبلوماسي الأوكراني السابق فلوديمير شوماكوف. أهلا بك سيد شوماكوف، أبدأ معك عن أي تفاصيل إضافية حول هذه العملية، ما الذي يمكن أن تضيفه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة من أوكرانيا. نعم، أكيد إفراج الأسرى الأوكران هذا مهم جدا لبلدنا، وخاصة في أيام الحرب. من المعروف بأن في هذا الوقت بين هذا الأفراج كان الشرطيين عسكريين وكمان متطوعين شباب الأوكران الذين حاربوا من أجل حماية مدينة خرسون، يعني من مدينتي. إن بعض الزملاء كمان موجودين بين هذه الأسرى. على كل حال، ولكن بصفة عامة أكيد هذه كمية التبادل ليست كبيرة، لأن تقريبا الأسرى أوكران عند روس أكثر من 3000 سامحني أشخاص، وهذا عدد كبير للأسف الشديد. بالمناسبة أغلبية من هذه الأسرى جرحى، وأغلبية منهم بعض عمليات البتر، يعني معوقين للأسف الشديد، وهم يحتاجون العلاج في أقرب الوقت. طيب، ما هي شروط أوكرانيا لإطلاق سراح هؤلاء من ضمن 3000؟ كيف يمكن اختيار الأعداد؟ هل من شروط، هل من تفاصيل حول لماذا هؤلاء؟ قبل الحديث بعد قليل معك عن لماذا الآن. بصراحة في ضوء الهجوم الروس وفي الصراع وفي زيادتنا وهذا الصراع، أنا على يقين بأن سوف تكون زيادة من العدد الأسرى بصفة عامة. حول الشروط بصفة عامة عندي كمان معلومات شحيحة، لأن من المعروف بأن هذه المفاوضات صعبة جدا مع روسيا في هذا الحال. من المعروف بأن روسيا هي ما تهتم بهذه العملية، وهي لا تحفظ حتى أرواح جنودها في هذه الحرب كما نحن نجد. وبهذا السبب بصفة عامة روسيا ما تهتم بهذا أي تبادل، ولكن قبل هي اهتمت بتبادل التشيشينيين على أوكران، أو كمان أو أسرى من مجموعة فاغنر. هي بصفة عامة الشروط التي كانت لتبادل مع روسيا. طيب، كدبلوماسي أوكراني سابق، في رأيك ما الذي أخذته كييف في المقابل هذه الصفقة؟ أنا على يقين بأن أوكرانيا دائما على تواصل مع الجانب الروسي وتطلب من روسيا هذا التبادل كما يمكن للمعلومات، ولكن كما قلت قبل روسيا بصفة عامة هي ما تهتم. بالمناسبة كمان كما نعرف موجود مفاوضات مع روسيا حول العودة الجثث الأوكرانية، جنود أوكران من مناطق المحتلة. كمان معروف بأن روسيا كمان ترفض من هذه المفاوضات، وهذا ممكن على منطقي، لأن الآن موجود حرب مع روسيا وفي الضوء هذه الصراع موجود كره كبير، ولكن على كل حال من الضروري أن تحرير كل وتبادل وإفراج كل الأسرى أوكران في أقرب الوقت. وللأسف الشديد من المعروف بأن الروس هم يعذبون الأوكران في السجن، كما في خرسون، كما في منطقة دونباس، هذا معروف. وحتى عندما أوكرانيا حررت محافظة خرسون أو جزء من محافظة خرسون، نحن وجدنا في سجن مدينة خرسون دلائل أو أدلة جرائم الحرب التي حققت روسيا مع أسرى هناك. ربما ستكون جزء من مسار تحقيقات بعد انتهاء هذه الأزمة. لكن سيد شوماكوف،
بحسب قائمة المفرج عنهم أشخاص من الفئة الحساسة، هكذا وصفت الأمر وزارة الدفاع الروسية. يعني من الفئة الحساسة في رأيك ماذا يعني ذلك؟ يعني في أقرب الوقت نحن نشهد بأن روسيا هي تستعد لهجوم شامل على أوكرانيا، وسوف تكون معركة عنيفة ودموية للغاية. حتى الآن روسيا بدأت هجوم على أوكرانيا في منطقة دنباس وكمان في محافظة زاباريجيا. علاوة على هذا، كما نحن نعرف بأن روسيا بدأت تهديدات باستخدام أسلحة نووية على أوكرانيا للأسف الشديد. بالمناسبة روسيا تهدد هذا على أوكرانيا، على أوكرانيا. لكنك لم تجب على سؤالي سيد شوماكوف، لا أدري إذا كنت فهمت السؤال، لكن وزارة الدفاع الروسية قالت أن هناك من ضمن المفرج عنهم أشخاص من الفئة الحساسة، يعني كيف تفسر الأمر في رأيك؟ والله بصراحة أدعيت روسية، كل هؤلاء الشباب والرجال إنهم أوكران من جيش أوكراني أو من شرطة أوكرانية أو من خدمة الطوارئ أوكرانية. المفاوضات كما وصفتها صعبة، ومن المعروف يعني أن المفاوضات معلقة منذ أبريل الماضي، يعني العملية تمت بوساطة إماراتية. تأثير دولة الإمارات في هذا الملف كيف يمكن تقييمه كدبلوماسي سابق؟ نعم، إن إمارات كان وسيطة في هذه المفاوضات، حتى تركيا حتى دول أخرى، ولكن على كل حال هذه الوسيطة هي مهمة لأوكرانيا. هذا يساعد لأوكرانيا لإفراج الجنود الأوكران الأسرى، ومن المنتظر يعني من الممكن إمارات سوف تساعد في أوكرانيا كمان في المستقبل لتحرير الأسرى الأوكران. علاوة على هذا، من المعروف بأن أغلبية منهم يحتاجون للعلاج في أقرب الوقت. طيب، المفاوضات كما أشرنا معلقة منذ أبريل الماضي، لكن صفقة مثل هذه للمرة الثانية تتم، يعني أكثر من 200 أو 200 أسير من الجانبين، يعني كيف يمكن تفسير الأمر، وإلى أي درجة ربما يمكن ربطه باحتمالية عودة المفاوضات على الأقل بين الجانبين؟ كما نتذكر بأن المفاوضات الأولى حول تبادل الأسرى كانت تقريبا في شهر مارس، ولكن كمان السيد زيلينسكي هو دائما يقترح التبادل كل أسرى كل أوكران على كل روس، ولكن روسيا رفضت من هذا الاقتراح الأوكراني. وكما نحن نجد بأن موجود عملية الإفراج 100 شخصا أو 50 شخصا بصفة عامة. شكرا لك إذا فلوديمير شوماكوف الدبلوماسي الأوكراني السابق، كنت معنا من كييف، شكرا لك.